أعلنت مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم نتائج النسخة الأولى من مبادرة الموهوبون العرب التي تهدف إلى نشر ثقافة الموهبة ودعم رعاية الموهوبين في العالم العربي خلال مؤتمر صحفي عقد بمدينة جدة بحضور معالي الدكتور سعود بن سعيد المدحمي الأمين العام لموهبة ومعالي المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الأستاذ الدكتور محمد ولد أعمر. موهبة دائما نقول هي مؤسسة سعودية ولكن إطلالتها عالمية، لذا أتت المبادرة من المملكة العربية السعودية بحكم ترأسها للمجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم أنه تقدم مبادرة للأشقاء العرب، وكانت أحد هذه المبادرات هي مبادرة الموهوبون العرب، قدمت ممولة بالكامل من المؤسسة، ولذا تم في هي ثلاث دورات مدة ثلاث سنوات. الدورة الأولى كما لاحظتم مرت على تقريبا خمس مراحل حتى وصلنا إلى هذه المرحلة اللي هو إعلان الموهوبون العرب. بعدها ننتقل للمرحلة القادمة اللي هي موضوع رعاية الطلاب الموهوبون الذين تم اكتشافهم، لدينا تنوع من هذه المبادرات وهذه الرعايات سواء ابتعاثهم في داخل المملكة أو في بلدانهم أو في بلدان أخرى، هذه كمبادرات نوعية. لذا المؤسسة بحكم ريادة المملكة العربية السعودية من استثمارها في هذه المؤسسة تريد أن تنقل هذه التجربة وهذا الإنجاز وهذا هذه المبادرة إلى الأشقاء في العالم العربي، لذا أتت هذه المبادرة بالشراكة مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، ونحن متفائلون إن شاء الله أن هذه النظرة الاستراتيجية للمملكة فيما يتعلق بالموهوبون العرب أن تكون مبادرة سعودية للعالم العربي وتكون إن شاء الله لها ثمارها، إن شاء الله نراها قريبا على مستوى قادة جدد يطلعون إن شاء الله من العالم العربي يقودون العالم العربي للمستقبل أفضل. حيث تم من خلال المؤتمر الكشف عن أسماء 230 موهبة عربية حصلوا على أعلى الدرجات في مبادرة الموهوبون العرب يمثلون 12 دولة عربية موزعين على عدة فئات. نحن متفائلين حقيقة في أكثر من نسخة، الدورة الثانية خلاص إحنا جاهزين بإذن الله عز وجل لإطلاقها قريبا، الدورات القادمة إن شاء الله أرحب وأجمل وتنضج التجربة. نحن في موهبة هنا نتحدث عن رحلة الموهوب العربي، هذه الرحلة لن تبدأ فقط بالاكتشاف، ستمر بعدة مراحل ونوافيكم بها في الأعوام القادمة بإذن الله. إن اكتشاف الموهوبين العرب وتنمية قدراتهم يعكس الاهتمام بالتحديات العلمية والاجتماعية والثقافية التي تشكلها الثورة الصناعية الرابعة، وتحفيزاً لضمان مستقبل أفضل للأجيال العربية الناشئة في ظل التوجهات العالمية لتحقيق التنمية المستدامة ضمن الاستثمار في رأس المال البشري والموهبة والإبداع. برنامج يا هلا حسين الشمراني جدة.